فاكهة خضروات حليب ومكسرات لحم وحبوب كلها فيتامينات اسمع واستمي نصيحة نصيحة مفيدة للطعام أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام صحتي في الطعام أنمو بانتظام غذائي السليم كله فيتامينات اسمع واستمي نصيحة نصيحة مفيدة للطعام أجسامنا قوية صحيحة إن أكلنا بانتظام اسمع واستمي نصيحتي نصيحه حلا التسمم الغذائي السلام عليكم يا اصدقاء اسمي حلا انا احب ان اتعلم كل جديد ومفيد ساحدثكم اليوم عن التسمم الغذائي تعالوا معي يصيب التسمم الغذائي الأشخاص الذين يأكلون من الطعام الملوث وتظهر الأعراض خلال فترة تتراوح ما بين ساعة واحدة وعدة أيام وهو يحدث نتيجة تلوث الطعام بالبكتيريا لا ترى البكتيريا بالعين المجردة البكتيريا موجودة في أي طعام بأعداد قليلة لا تضر الإنسان لكن عندما تكون كثيرة فهذا يعني أن الطعام ملوث ولا يجوز أكله لأنه يصيب الإنسان بالتسمم الغذائي أوه هذا اللحم فاسد التسمم الغذائي له أعراض واضحة كالغثيان والإقياء الإسهال آلام البطن والحرارة عند الشعور بهذه الأعراض مجتمعة يفضل التوجه إلى أقرب مستشفى تستطيعون تجنب التسمم الغذائي باتباع القواعد الصحيحة في التعامل مع الطعام يجب غسل اليدين قبل الإمساك بالطعام ثم تذويب اللحم فيكون بإنزاله من المفرزة إلى البراد العادي قبل يوم من طهوه يتم تقطيع الطعام المراد طهوه إلى قطع صغيرة حتى تصل حرارة الطهو إلى كل قطعه فتنضج كلها نواصل طهو الطعام فلا نؤجله إلى وقت آخر لا تنسوا الابتعاد عن الطعام المكشوف المعرض للبكتيريا والحشرات ولا تنسوا غسل الفواكه والخضار قبل الأكل حتى الموز فمع أن قشرته تحمي الثمرة من البكتيريا إلا أن البكتيريا قد تنتقل إلى اليد ومنها إلى الجسم والآن حان وقت معلومة حلا المفيدة هيا بنا تعرفون ما هذه الشجرة؟ إنها شجرة موز الموز من الفاكهة المفيدة للإنسان فهو يحتوي على فيتامين جيم ألف باء واحد باء اثنين باء ستة هاء دال وبعض الأملاح المعدنية كالبوتاسيوم وبعض الأحماض الأمينية كالتروبتوفان
الموز مفيد للعضلات والأعصاب والأمعاء ويساعد على النوم. يؤكل الموز نيئاً ويقطع ليؤكل بارداً مع الهلام، كما أنه لذيذ جداً في سلطة الفاكهة المتنوعة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أطيبه! كل يوم أتعلم وأعمل بما تعلمته. ولا تنسوا الحذر من التسمم الغذائي. اسمعوا نصيحتي، نصيحة حلا. إلى اللقاء.